كرمت ثانوية جاسم الإخرافي 36 من طلبة وطالبات حفظة القرآن الكريم في منطقة العاصمة التعليمية، وذلك ضمن مسابقة المغفور له جاسم محمد الإخرافي للسنة الرابعة على التوالي، حيث أعرب أنور جاسم الإخرافي عن أمله في التوسع في المشاركات على مستوى الخليج والوطن العربي، لافتا إلى أن مستوى الإقبال على المسابقة في تزايد سنوي. أبارك حق جميع الفائزين في مسابقة المرحوم جاسم محمد الإخرافي الرابعة، وأهني أيضا أسرهم اللي أحسنوا تربيتهم، وإن شاء الله هالمسابقة تكون مستمرة وتكبر أكثر. هالمسابقة هي فعلا الرابعة، بس هي كانت موجودة في عهد المرحوم رحمة الله عليه، وهذا كان نهج عنده، فإحنا كملنا على مسيرة، وعسى الله يوفق الجميع. كذلك أحب أشكر جميع القائمين على هذه المناسبة. هذه سنة يمكن أعطتنا توسعنا فيها يمكن في عدد الطلاب المشاركين عدد أكبر يعني عن السنوات اللي طافت بين البنين والبنات، ولله الحمد من أفضل إلى أفضل كل سنة يعني قاعد تتطور المسابقة. طبعا شكر والتقدير إلى الإخوان في توجيه منطقة العاصمة التعليمية، توجيه التربية الإسلامية على هذا التنظيم الرائع، وأيضا الشكر موصول إلى المعلمين في ثانوية جاسم الإخرافي على حسن إدارة الحفل.